بمدينة البصرة في جنوب العراق بيعمل فنانون ماهرون على إتمام تجسيدات فنية رائعة من تماثيل الشمع، ورح تملأ قريبا أو رح يتم عرضها قريبا بمتحف جديد. يركز المتحف على تراث البصرة ويقدم للزوار نظرة مثيرة للاهتمام حول عادات وتقاليد المنطقة. تفاصيل مع الزميل محمد علي في التقرير التالي، نتابع. أجزاء من تماثيل شمع ستملأ قريبا متحف شمع جديد في مدينة البصرة بجنوب العراق. متحف ممول من قبل محافظة البصرة بني على بيوت الشناشيل التقليدية لتعكس رغبة المدينة في الحفاظ على تراثها وتعريف الأجيال القادمة بماضي المنطقة وثقافتها المتنوعة. كما تلاحظ هذه المشاهد للتدليك وللسباحة، وهي مشاهد عارية وتمثل حقبة كانت كل يوم جمعة أو يختارون يوما في الأسبوع يكون الاستحمام خارج المنزل وله أتكيت خاص من خلال حلق الذقن ومن خلال الماء والبخار. مشاهد مصورة بتماثيل شمع في بيئات مختلفة شملت الحمام التقليدي والأهوار العراقية وورش النسيج، أنجزها فريق من الفنانين وجلبوها إلى البصرة لوضع اللمسات الأخيرة ذات الصلة بتفاصيلها وتجميعها. التجربة لم تسلم من بعض المشكلات المتعلقة بخامة الشمع في بلد حار كالعراق. هذه المشاهد تبين للأجيال القادمة ما كانت عليه الحياة الاجتماعية في البصرة القديمة. البصرة القديمة في مركز المدينة وبأقضيتها ونواحيها في أبي الخصيب وفي شمال البصرة وفي الزبير، كان كل قضاء له ميزته الخاصة بحياته اليومية باستعمالاته للأدوات. فحاولنا تجسيد 22 مشهد.